يقول إني مقيم في المملكة وحول ريالات مع أحد مع مقيم هنا ويسلمها إخوة لي أو يسلمها أخوه إلى أهلي، يسلمها أخوه إلى أهلي دينار سوداني، هل هذا جائز؟ الله هذا فيه إشكال، لأنه صرف، هذا صرف ريال سعودي بدون دينار سوداني، ولا فيه تقابض، سلم الريال في السعودية ويسلم الدينار في السودان، هذا فيه إشكال، لأنه يدخل في الربا، ربا النسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحيث لا يتفرقا وبينهما شيء. إذا وجدت وسيلة غير هذه الطريقة هي أبرى للذمة.